بعد 5 سنوات من الانتظار وأخيراً أطلقت شركة سوني لعبة مارفل سبايدر مان 2. هالإصدار بيحتوي على سبايدر مان بشخصيتين بيتر باركر ومايلز موريلز، مع إضافة عدو جديد إلى جانب فينوم وليزرد وكرافن، وهو ساند مان أو رجل الرمال. من ميزات اللعبة هي القصة المليانة بالأكشن بالإضافة لمهام جانبية مع رسومات وأداء تقني عالي ودعم كامل للغة العربية. التقييمات اللي وضعوها اللاعبين بالمرحلة التجريبية للعبة حتى قبل الإصدار الرسمي كانت جيدة جداً إذا مو ممتازة، فحصلت على متوسط 9.1 عبر موقع ميتاكريتيك. أما عن التسويق لإطلاق اللعبة فكان استثنائي بكل معنى الكلمة، فاستثمرت سوني شاشة مبنى ذا سفير بلاس فيغاس وهو أكبر مبنى دائري بالعالم. بس مايكروسوفت سبقت سوني بهالحركة لما حبت تحتفل بربح دعوة قضائية رح نحكي عنها بخبرنا القادم.